الناس الإيرانيون يتكلمون بلغة واضحة، يقول لك أنا سخرت كل إمكانياتي، كل موادي، كل جهدي العسكري، كل ثرواتي للدفاع عن المظلومين، دافعت عن المظلومية في العراق، دافعت عن المظلومية في اليمن، دافعت عن المظلومية في سوريا، وأنا مستعد الآن أن أدافع عن فلسطين وعن القدس، وأنتم لا دور لكم في كل هذا، وأنتم تتفرجون وتنتقدون السياسة الإيرانية على ما يفعلون، بماذا تعلق؟ علق أولا الحقيقة أقول للضيف الإيراني، إذا كنت براغماتيكيا وسياسيا فعليك الحقيقة أن تكون يعني مقدرا لكل الظروف والاحتمالات. ليس بالضرورة أن تكون أمريكا على حق، هذا وارد، ولكن القوة هي الحق أحيانا للأسف الشديد، تفرض القوة. يعني هذه المسألة ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار. جميل. أما جدا. أننا سنرد في الوقت المناسب، فهذه الحقيقة استعرتوها من صديقكم في دمشق، سيرد في الوقت المناسب منذ 1973 ولم يرد حتى الآن. أوكي، هذا جانب. الجانب الآخر، أنت تقول أنك تريد إجلاء القوات الأمريكية من المنطقة. القوات الأمريكية أو التواجد الأمريكي في المنطقة هو بإرادة حكومات وشعوب المنطقة، وأنت وإيران ليسوا أولياء على هذه المنطقة. نعم، كان لكم موقف إيجابي من احتلال النظام العراقي للكويت، أما عدا ذلك فللأسف الشديد ما لم نجد منكم إلا التوسع بكل اتجاه. هذه العملية التوسعية جلبت لكم الكراهية عند الآخرين، عند جيرانكم، لأنهم أصبحوا يخافون بأن أيضا تواصلوا توسعكم على حسابهم. أنتم الحقيقة تثيروا الطائفية حتى في الدستور الإيراني، النظام يقر بالطائفية، في حين كل العالم الإسلامي دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، إلا أنتم تحددون الطائفية في هذا. أيضا أنت الحقيقة عندما تقول أنه يعني نحن في إيران ندافع عن فلسطين، نعم هذه فلسطين عندك عن الجولان كيلوات، ما شوفك سويت شيء تضرب فيك إسرائيل على مدار الوقت إلا كل يوم تقريبا، ما شفتك أطلقت صواريخك اللي تهدد العالم فيها إلى إسرائيل. لكن يا سيد المناع، إن الرد سيكون ماحق. يا سيد المناع، يا سيد عايد، يا سيد عايد، حتى يحين الدور نجم، لا سمحت لحظة. لذلك نقول لك يا أخي، نحن لا نريد لك أن تدخل في مواجهة، ونقول للرئيس ترامب لا، احنا لسنا لا نريد لإيران أن تدمر إطلاقا، لا نريدها تدمر إطلاقا، لكن نريد لما يتم الاتفاق لاحقا بين الإدارة الأمريكية وغيرها مع إيران أن يكون أمن الخليج سيد عملية. سيد المناع، سيد المناع، أنت اللي تبي تطالب لنا في فلسطين. دكتور عايد، ثلاث جزر الإمارات احتل الشاه ولم تفتح ملفها أنت حتى الآن، ولا تقبل أنك تفتح ملفها. لماذا لا تفتح ملفها؟ لماذا أنت تساند القوة الطائفية في العراق؟ طيب يا دكتور عايد، يا دكتور عايد، حتى نستفاد من الوقت أرجوك. لا أنت اسمح لي يا أستاذ دكتور، اسمح لي. أنك دحرت التطرف، الذي دحر التطرف هو سلاح الجو الغربي والأمريكي والعربي.